تكون أكثر استقلالاً وأكثر ديمقراطيةً. فاللقاء اليوم يتعلق بذكرى وثيقة من وثائق مطالبة بالاستقلال. وطبعاً ما نقول وثائق نعرف ما نقصد. فمطالبة بالاستقلال الوثيقة التي يعرفها كل المغاربة هي وثيقة حزب الاستقلال، وهي وثيقة يعني صدرت في 11 يناير. وفي عهد الاستقلال كان المحتفل الوحيد بها على حتى القرن الأخيرة حزب الاستقلال فقط، وكان هذا الاحتفال يتم في مقرات الحزب وعلى صفحات جرائد الحزب، ولم يصبح الحدث حدثا وطنيا إلا مؤخرا. ربما المغاربة ما ينتبهوش لهذه المسألة، يعني الوثيقة ديال 11 يناير ما كانش يحتفى بها وطنيا منذ الاستقلال. لا، وتذكر أن من غريب الصدف أن أول من ناقش المسألة ونبه إليها أحد أفراد اليسار اللي هو القادر الشامي، الذي كان كتب مقالا أعتقد هو في مجلة الجسور ولا في زمان المغرب، عنوانه كالتالي: ذكرى المطالبة بالاستقلال، هل هي ذكرى وطنية أم ذكرى استقلالية بين مزدوجتين؟ يعني هذه ذكرى واش هي ديال حزب الاستقلال وحده أو هي ديال الوطن ككل؟ وطبعا من وراء هذاك المقال بسنة أو سنتين يعني تم ترسيم الاحتفال بها وطنيا. إذا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في إطار الوثائق أن قبل وثيقة 11 يناير لابد أن ننتبه أن جهة أخرى من الحركة الوطنية اللي هي منطقة الشمال هي السباقة لأمر المطالبة بالاستقلال. وهذا طبعا إذا عدنا إلى صحافة الحزبين الوطنيين في منطقة الشمال، حزب الإصلاح الوطني وحزب الوحدة المغربية، سنجد أن صحافتهما منذ هزيمة فرنسا في 1940 وهم يطالبون بالاستقلال بمنطق واضح، يقولون أن هذه الدولة التي تستعمرنا الآن هي مستعمرة لأن انهزمت في الحرب العالمية الثانية، هي مستعمرة من طرف الألمان. إذا كيف يمكن لمستعمر أن يكون مستعمرا في نفس الوقت؟ طبعا وفي مظاهرة كبيرة هزوا النعش ديال فرنسا، نعش وسموه في فرنسا ودفنوه، يعني بالنسبة لهم فرنسا توفت، إذا يجب أن ننال استقلال. داروا جبهة ما بين حزب الإصلاح الوطني وحزب الوحدة المغربية، وهاد الجبهة طالبت أولا في الميثاق ديالها بإعادة النظر في الطريقة التي يسير بها الفرنسيون يعني المغرب، وطالبوا من تتغيير هذه الطريقة وتلتزم ببنود الحماية وتهيئ المغرب بسرعة إلى الاستقلال. هذا الشيء تقريبا في ديسمبر 42. فبراير 43 سيصدرون وثيقة أخرى يطالبون فيها صراحة بالاستقلال ووزعت على مراجع عليا دولية كثيرة. إذا بالنسبة لنا في التاريخ هذه هي الوثيقة الأولى. الوثيقة الثانية هي وثيقة 11 يناير 1944، اللي المشروع ديالها كذلك كان مشروع جبهوي أو توحيدي، لأن في الشمال لم تصدر الوثيقة إلا بجبهة ما بين حزب الإصلاح الوطني وحزب الحركة حزب الوحدة المغربية، وهذه الجبهة هي اللي اتفقت على الاستقلال. نفس الشيء أن المنظور الذي كان في المنطقة الفرنسية هو جمع أحزاب الوطنية في إطار حزب جديد، جديد وأسطر على كلمة جديد، حزب جديد باسم حزب الاستقلال يجمع كل الوطنيين، وهؤلاء الوطنيون هم الذين يطالبون بالاستقلال. ذات الجبهة أو تصور الحزب، ولكن ما كانش الإجماع، لأن ربما الحوار الذي كان بين الطرفين لم يكن حوارا واضحا. وطبعا أنصار محمد بن الحسن الوزاني ما دام الحوار غير واضح ما نشوفش لحد التوقيع على سموه، ما غادي نوقع حتى نكون فاهم شنو كيجري، ما دمت ما فاهمش شنو كيجري ما بغاوش يوقعوا. هذه المسألة الثانية. ولكن لما أصبح الأمر يتضمن مشكلة، وهو أن المقيم العام لما جابها السلطان بأن هذه الوثيقة لا تمثل إلا طرفا واحدا وليست محل إجماع، إذا فهي مرفوضة. لذلك وجدنا أن السلطان يستدعي أحد
القوميين الذي كان يشتغل بقصر الملك في المدرسة المولوية اللي هو عبد الهادي بقال ويناقش معه الأمر ويتم الاعتداء إلى أن القوميين سيقدمون وثيقتان تعزز وثيقة 11 يناير. من هنا تأتي الأهمية القصوى والأساسية لوثيقة 13 يناير، هي الوثيقة التي حققت الإجماع، ولو لم يتحقق الإجماع كان بإمكان الإقامة العامة أن ترفض وثيقة 11 يناير. إذن هنا الأساسية لوثيقة 13 يناير. طبعا فيما بعد هناك وثائق أخرى اللي كانت في 45 وكانت في 46 وكانت إلى غير ذلك، بمعنى دائما الأمر استمر مطروحا. لقاؤنا في هذا اليوم هو لتسليط أضواء جديدة على هذه الوثيقة اللي هي وثيقة 13 يناير، وإثبات مكانتها ليس بحثاً عن شعيد وطني واحد آخر، لا، ماشي هذا هو الأساس. الأساس هو أن التاريخ كيبقى تاريخ، وأن على المؤرخ أن يكون نزيهاً ويقدم الأمور كما هي. طبعاً حسابات الحزبية هي اللي أصبحت مشكلة. لماذا وثيقة؟ كاين سبب آخر يمكننا نسميه سبب مورا أن وثيقة 13 يناير ما معروفاش بزاف، لأن كما قلت الوثيقة الأولى احتضنت من قبل حزب واحد وبقى كيدعي أنها ديالو، ما بقاتش وطنية ديال تنظيم معين مرتبطة بها. أش المشكل هذا؟ المشكلة هو في الوثيقة الثانية اللي هي 13 يناير، لماذا لم تبقى معروفة؟ لسبب بسيط نعرفه جميعا، وهو غياب الحزب صاحبها عن الساحة السياسية. كون بقى الحزب مولاها في الساحة السياسية كان من الممكن تكون معروفة، على الأقل غادي يحتفل بها حتى سنويا، على الأقل غادي تظهر غادي يعرفوها الناس. ولكن غياب الحزب يعني صاحب هذه الوثيقة من الساحة السياسية كان أحد الأسباب كذلك اللي خلت هذه الوثيقة ما تبقاش أو ما تكونش معروفة لدى الناس. طبعا في هذا اليوم الذي نحتفل فيه ب 13 يناير نستغل الفرصة وبهذه النقطة باش غادي نبداو، لأن البرنامج عندنا فيه جوج ديال النقاط. نقطة أولى هي تقديم أحد رموز الحزب الذي قدم وثيقة 13 يناير، رمز علماني ديمقراطي عقلاني معروف باسمه، قام بأدوار سياسية مهمة جدا، كان عضوا في المكتب السياسي لحزب الشورى والاستقلال، وكان مسؤولا عن جريدته باللغة الفرنسية اللي هي جريدة ديمقراطي، لعب أدوار كبيرة في التاريخ ديال الحركة الوطنية، وكان موجود في إكس ليمان، وكان موجود في المحاورات ديال الاستقلال في 56، ومن اسمه الأدوار الرئيسية ديالو كذلك في المقاومة. الناس ديال واد زم يتحدثون على أنه هو الذي لعب الدور الأكبر في ولادة واد زم 1955، يعني هذا من الأدوار الطلائعية ديالو في حركة المقاومة والمواجهة لما تنفل السلطان. طبعا سنعب بين هذا الشخص وسيقوم بهذا التأمين أحد قدماء هذا التنظيم الذي له معرفة يعني حقيقية بالأستاذ الشرقاوي، وهو الأستاذ الصديق معنينو، مسؤول في وزارة الإعلام سابقا وصاحب المذكرات التي أحيت كثير من المواضيع والنقاشات، والرجل الذي لا يبخل بالمشاركة في لقاءات، بإعطاء تصريحات صحفية، بكتابة مقالات، إيمانا منه بأن ما في الذاكرة وما في التجربة ضروري أن يسلم إلى الأجيال الصاعدة. إذا سيكون المتدخل الأول في هذا اللقاء هو الأستاذ صديق معنينو ليؤبينا المرحوم الشرقاوي محمد الشرقاوي. ثم المرحلة الثانية سنبدأ في الموضوع المتعلق ب 13 يناير من خلال مداخلتين. المداخلة الأولى للأستاذ مصطفى بوعزيز وتحمل عنوان وثائق المطالبة بالاستقلال بين الذاكرة الجماعية والذاكرة العلمية، والمتدخل الثاني سيكون هو السبب واحد من الهضرة مفهوم الاستقلال محاولة أولية انطلاقا من وثائق المطالبة بالاستقلال. وقبل أن نبدأ لقاءنا هذا وكالعادة هناك كلمة السيدة مديرة المعهد التي تبثها عبر من
سويسرا من جنيف. بها نبدا وبعدها ستكون الكلمه للاستاذ السيد. Messieurs, chers professeurs, chers amis, au début de cette nouvelle année 2023, je tiens tout d'abord à vous présenter mes meilleurs voeux au nom du Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la démocratie et le développement humain, en souhaitant à toutes et à tous une bonne santé, la joie de vivre et d'agir avec bonheur dans notre monde bien tourmenté. Mais je tiens à vous dire, en préambule de notre conférence, à quel point le décès de Si Mohamed Chekaoui le 31 décembre dernier m'a beaucoup affecté. Grand ami de mon père, Mohamed Hassan Ouazzani, j'ai gardé de lui des souvenirs très vivants depuis ma petite enfance jusqu'à ses dernières années. Il est resté fidèle à mon père envers et contre tout. Je me souviens encore d'une visite à mon père, très affaibli dans sa santé, peu avant son décès, le 9 septembre 1978. Si Mohamed Chekaoui a toujours été d'une grande distinction. Après la disparition de mon très cher frère Azl Arab en juillet 1992, Mohamed Chekaoui nous a exprimé toute sa solidarité dans cette épreuve très douloureuse. Je ne saurais lui être assez reconnaissante. C'est la raison pour laquelle, en ouverture de la présente conférence, je tiens en mon nom personnel et au nom du Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la démocratie et le développement humain à rendre un hommage à ce grand patriote. Nous avons convenu avec M. Sader Ma'nino, fils de l'Hajj Ahmed Ma'nino, compagnon d'une fidélité exemplaire du Zahir Mohamed Hassan Ouazzani, d'adresser après mon introduction un discours d'hommage solennel à la mémoire de Si Mohamed Chekaoui. Aujourd'hui, nous inaugurons la première séance de notre série de conférences et colloques que nous espérons pouvoir organiser à un rythme soutenu tout au long de cette nouvelle année. Au moment où notre pays commémore le manifeste de l'indépendance, nous avons trouvé judicieux d'interroger l'origine et le sens de cette célébration qui exprime la résistance de notre peuple à l'oppression coloniale et à sa détermination à s'en affranchir. Il est depuis longtemps acquis parmi les historiens et les spécialistes que la date même du 11 janvier 1944 constitue une réduction au seul manifeste du 11 janvier. Une sorte d'usurpation du vaste mouvement de protestation contre la domination étrangère qui s'est exprimé au sein du peuple marocain, notamment au début de l'année 1944. Faut-il rappeler que depuis novembre 1942, suite au débarquement des puissances alliées, le Maroc a été libéré des forces d'une France qui collaborait encore avec la puissance hitlérienne qui occupait la France depuis 1940. Or, au moment même où une France nouvelle se battait avec ses alliés pour libérer le continent européen de l'ordre nazi, avec la contribution de soldats nord-africains et africains contre les armées nazies, le peuple marocain s'est nourri de l'espoir que son propre pays méritait lui aussi de se libérer du pouvoir colonial. D'où la flambée de manifestations réclamant un changement de statut du Maroc selon les promesses et les principes proclamés par les Nations Unies dans leur lutte contre les régimes oppresseurs. Pour apporter un éclairage documenté sur ces manifestations anticoloniales au Maroc, je tiens à remercier les éminents spécialistes qui se sont proposés de nous faire part de leurs recherches, mais aussi de leurs critiques sur l'occultation depuis des décennies de l'existence de plusieurs manifestes appelant à l'indépendance du Maroc. En premier lieu, je tiens à remercier le professeur Mustapha Bouaziz qui nous a apporté de précieuses suggestions pour établir le programme de ce jour. Mustapha Bouaziz s'est exprimé depuis fort longtemps
sur le devoir de l'historien d'établir les faits relatifs à la célébration du seul manifeste de l'indépendance du 11 janvier. Comme nous le verrons, ces recherches ébranleront bien des certitudes. Aux yeux de certains, aborder la question du manifeste de l'indépendance au-delà du seul document du 11 janvier ne servirait qu'à nourrir la polémique. Cette position n'est pas nouvelle, mais elle ne résiste pas aux faits historiques dûment établis, mais malheureusement occultés depuis des décennies. Puis-je apporter ici même un témoignage, celui de mon regretté frère Azla Arab, qui s'insurgeait contre les manipulations des faits au sujet du manifeste du 11 janvier 1944. Dans une lettre adressée à M. Abdelrahim Bouabid, secrétaire général de l'ESFP, datée du 17 janvier 1990, il y a donc plus de 32 ans, Azla Arab Louazzani réagit à un témoignage publié dans Tihad al-Shiraki et dans Libération concernant le manifeste de l'indépendance du 11 janvier 1944. Bien entendu, écrit Azla Arab Louazzani, s'agissant d'un témoignage d'un ex-membre dirigeant du parti de l'Istiqlal, vous avez laissé de côté le rôle joué par le Haraka al-Qawmiya en janvier-février 1944, ce qui ne me surprend nullement. Mais ce que je trouve navrant de votre part, pour ce hasard, mes amis, c'est que vous reprenez dans votre article une vieille thèse déjà dépassée pour avoir été démentie de M. Hakim Relev quand vous écrivez. Décision a donc été prise au sujet du texte du manifeste d'envoyer un émissaire à Mohamed Hassan Ouazzani pour le tenir au courant et pour lui demander sa participation en tant que porte-parole de son parti. Quant à ses partisans ou sympathisants, ils ne semblaient pas, faute d'organisation, être en mesure, en l'absence de leur leader, d'engager leur parti. Fin de citation. Abdelrahim Bouabid rapporte ensuite, selon ses propos, que Hassan Ouazzani déclinait l'offre. Affirmation que conteste Azla Arab Ouazzani en écrivant, je cite, « Toutes ces allégations sont complètement fausses et contraires à la vérité. En ce qui concerne la réalité, les véritables faits historiques s'établissent comme suit et conformément aux documents, je cite toujours, le parti de l'Istiqlal avait envoyé un émissaire, Hassan Ben Shkron, à Mohamed Hassan Ouazzani, qui se trouvait en exil à Izak, pour lui soumettre une copie du manifeste du 11 janvier 1944, accompagnée d'une carte de visite de Omar Ben Abjil, signée par ce dernier et par Ahmed Balafrich, et l'informer de la présentation du manifeste aux autorités de Rabat. Il résulte de la simple lecture de cette carte de visite que Hassan Ben Shkron n'a pas remis à Mohamed Hassan Ouazzani le manifeste du 11 janvier pour signature, mais seulement pour information après sa présentation à Sa Majesté et aux autorités étrangères, selon le contenu de la lettre de l'Azara Ouazzani. Contrairement à ce que vous avancez gratuitement pour ce Azara Ouazzani dans sa lettre, Mohamed Hassan Ouazzani n'avait ni à accepter, ni à décliner l'offre. Le manifeste du 11 janvier ayant été déjà présenté au moment de la visite de Hassan Ben Shkron à Mohamed Hassan Ouazzani. Je le cite toujours, quant à Al-Haraka Al-Qawmiya, elle a présenté de son côté le 13 janvier 1944 son manifeste dont s'y joint une photocopie. Fin de citation. En conclusion de sa lettre, Azla Arab Ouazzani demande à Abdelrahim Bouabid d'apporter les rectifications nécessaires selon ses propres termes. Voilà le témoignage que je tenais à vous faire partager, témoignage qui illustre la durée de certaines interprétations erronées de faits historiques. Permettez-moi de vous faire part d'un fait tout récent
qui illustre la persistance de la confusion à propos du manifeste de l'indépendance. Dans un article annonçant le décès de Mohamed Chakraoui, éminent et fidèle compagnon de Mohamed Hassan Ouazzani, l'auteur indique simplement que Mohamed Chakraoui a signé le manifeste de l'indépendance, sans signaler de quel manifeste il s'agit. Or, selon les textes, ni dans le manifeste du 11 janvier, ni dans celui du 13 janvier de l'Haraka al-Qawmiya, futur parti Hizb Shura al-Istiqlal ou parti démocrate de l'indépendance, ne figure la signature de Mohamed Chakraoui. Comme bien d'autres patriotes, il a sans doute adhéré au manifeste du 13 janvier. C'est dire à quel point il sera intéressant maintenant de revisiter le grand moment historique des manifestations réclamant l'indépendance du Maroc en 1944, d'en renouveler l'interprétation dans le contexte actuel grâce aux nouvelles recherches et critiques historiques. Dans cet exercice, la présentation de ce dossier bien complexe par le professeur Mustapha Abouaziz, ainsi que les éclairages que nous apporteront les professeurs Mohamed Ma'rouf Tfali et Abdelwahid Ben Adra de l'Université Hassan II de Casablanca vont enrichir nos connaissances relatives aux engagements et aux textes souscrits par les signataires des manifestes de l'indépendance. Le professeur Mohamed Mouqit, qui était annoncé pour apporter son analyse de politologue, a dû renoncer, retenu par un engagement universitaire imprévu. Je le regrette vivement. Pour présider la séance, nous pouvons compter sur l'expertise du professeur Dfali, vice-président de notre centre et éminent spécialiste de la vie et de la pensée de Mohamed El-Hassan Ouazzani. Enfin, j'ai été très sensible à la disponibilité de Sistef Ma'nino, très investi dans l'action mémorielle en faveur des militants du mouvement national marocain et en particulier des compagnons de lutte au sein du Parti démocrate de l'indépendance Hizb Shura al-Istiqlal. Il va intervenir en tant qu'auteur et témoin de tant d'événements de la lutte nationale. C'est avec une vive émotion que nous allons l'entendre prononcer des paroles d'hommage au regretté Si Mohamed Chakraoui. Je tiens encore à remercier tous les intervenants et les participants au nom de notre centre, créé en hommage à mon très cher père, pour qu'il soit un lieu de débat où chacun peut s'exprimer librement et enrichir la discussion d'une manière constructive. Selon nos pratiques, à l'issue des exposés et des échanges entre les conférenciers, tous les participants sont invités à prendre part au débat. Les exposés et le débat sont enregistrés et seront prochainement disponibles sur notre site ainsi que sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter et sur LinkedIn. C'est la raison pour laquelle il est important que les intervenants annoncent leur identité, nom et titre et fonction pour que les auditeurs puissent mieux saisir les interventions. Enfin, je tiens à remercier vivement Mme Mahastelat pour sa collaboration et pour l'organisation de cette conférence et à saluer une nouvelle collaboratrice depuis le 1er janvier, Mme Maryam Abou Abdillah, qui a pris part à la préparation de la présente conférence. Je vous souhaite une séance riche en informations et en échanges amicaux. Merci pour votre attention. À vous la parole, Sister Ma'nino. بسم الله الرحمن الرحيم. ربما أنا سأستعمل كلمات لا تندرج في إطار ما هو معمول به في الجامعة من كلمات لابد من تحليلها بعمق. أنا أعتبر أن هناك مؤامرة صمت ضد وثيقة 13 يناير.
وكذلك أود أن أناقش الأستاذ الدفني، وهو من أكبر اختصاصيين في مسار حزب الشورى وإديولوجيته ورجالاته، ولكني مقيد اليوم بالحديث في موضوع يهم شخصية وطنية، هو سيدي محمد بن عبد الله بن المعطي الشقاوي الخطابي الذي توفي يوم 31 دجنبر 1922 وفارقنا وتألمنا لهذا الفراق. وهنا لدي ملاحظتين قبل أن أحدثكم عن محمد الشقاوي. الملاحظة الأولى هي أن الإعلام العمومي لم يتحدث عن وفاة محمد الشرقاوي. يوم توفي محمد الشرقاوي توفي بطل في الرياضة اسمه بولي، وخصصت له التلفزة المغربية وقتا طويلا، وفي نفس اليوم توفي بابا قديم استقال ورجل كبير وخصصت له قصة طويلة، وفي نفس اليوم توفي محمد الشرقاوي ولا كلمة واحدة عن محمد الشرقاوي. لذلك أقول بأن التلفزة المغربية هي تلفزة غير مهنية وعلى رأسها عصابة من الأميين. أرجوكم أن تقفوا دقيقة ترحما على محمد الشرقاوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سي محمد الشرقاوي التحق بالحركة الوطنية في أربعينيات القرن الماضي، انتخب سنة 1946 عضوا في المجلس الوطني للحركة القومية التي تحولت إلى حزب الشورى والاستقلال، وفي سنة 1951 وكان يبلغ 30 سنة انتخب عضوا في المكتب السياسي لحزب الشورى والاستقلال، وهي يعني أعلى مراتب القيادة في ذلك الحزب. واشتهر بأنه انكب على تكوين المكاتب والفروع في الدار البيضاء والمحمدية وما جاورها، ثم في تبلة في فقيد بن صالح وواتزم والمدن المحيطة والموجودة في تابلة، وأظهر بذلك يعني نوعا كبيرا من الحماس والقدرة على التنظيم. وكما أشرت إليه السيدة الوزانية فهو لم يوقع وثيقة المطالبة للاستقلال لا الأولى ولا الثانية، ويطول شرحه. المهم هو أنه كان من الذين ساندوا هذا المطلب الذي جاء ثمرة عدد من التطورات في المشهد السياسي الوطني المغربي. عندما اختطف محمد الخامس في 20 غشت 53، سيكلف محمد الشرقاوي بالذهاب إلى باريس، وسيقيم هناك عدة أشهر، وسيربط علاقات جيدة مع قيادات الأحزاب اليسارية والراديكالية ومع الصحافة والمثقفين في باريس، وسينشط في التعريف بالملف المغربي وللدفاع عن الملف المغربي، ثم سيلتحق بالقاهرة لإقناع بعض الدول العربية وتجميع صفوفها لطرح المشكل المغربي أمام هيئة الأمم المتحدة، وستربطه علاقة صداقة مع محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي كان مقيما إذاك بالقاهرة، ثم سيلتحق بنيويورك لإقناع الدول بالتصويت لصالح عرض القضية المغربية على الأمم المتحدة، خاصة وأن فرنسا كانت تعتبر القضية قضية وطنية داخلية فرنسية، وهي إذاك عضو ولا زالت في مجلس الأمن. في بداية صيف 55 سيعود محمد الشرقاوي إلى المغرب، وسيتجول
في عدد من المدن لدعم الوطنيين الموجودين في السجن. وأذكر أنه كان يزور والدي رحمه الله في سجن علي عبد المؤمن الموجود بضواحي سطات، حيث يتبادل معنا الأخبار. وفي يوم 18 غشت 1955 سيستقبلوا في مجعد وفودا عن واتزم وعن قلعة السرابنة، وغادي يقولوا لسي محمد الشرقاوي احنا غنديروا مظاهرة وغنتوكلوا على الله، غادي يقول لهم الله يخليكم ديروا مظاهرة بلا عنف، ديروا احتجاج بلا اصطدام، عندكم تطيحوا في واحد الفخ اللي ربما الفرنسيين باغينو. لكن الأمور صارت بطريقة أخرى، وتعلمون ماذا حدث هناك، يعني تقريبا 70 ديال الفرنسيين الفرنسية تم القتل ديالهم، ثم جاء الهجوم ديال الجيش الفرنسي على المنطقة وترك آلاف من الشهداء. في تلك في اليوم الثاني والثالث سيلتحقوا بباريس، سيكون الهدف هو استغلال الصداقة التي ربطها في باريس لشرح الموقف وللقول للحكومة الفرنسية هذه بداية، إياكم ألا تفهموا أن الشعب المغربي وصل الآن إلى حد عدم الثقة وعدم يعني القدرة على الصبر، فكان ما يعرف باجتماعات إكس ليبان. إكس ليبان هي واحد الاجتماعات اللي لها رائد كارفور أنطوان بيميم رئيس الحكومة وزير الخارجية، وتصنتوا فيها على المغاربة، وهنا كان واحد الاتفاق بين الحركة الوطنية على ثلاثة ديال النقاط حسب ما قال السي محمد الشرقاوي آخر استجواب ديالو اللي نشرته زمان. تقول فيه أولا طالبنا برحيل بن عرفة، ثانيا بعودة محمد الخامس، ثالثا بالاستقلال. في بداية الاستقلال محمد الخامس سيعين محمد الشرقاوي وزيرا للدولة، وما كانوا بعض وزراء الدولة محمد الشرقاوي، عبد الرحيم بوعدي، إدريس المحمدي وأحمد رضا قديرة، مشاو لفرنسا تيتفاوضوا باسم الحكومة، أول حكومة وطنية مغربية مع الحكومة الفرنسية من أجل الاستقلال. وغادي توج هذا العمل هذا بذهاب محمد الخامس والتوقيع على الاستقلال، ثم رافق محمد الخامس إلى مدريد حيث تم التوقيع كذلك على الاستقلال. محمد الشرقاوي خلق في عهد السلطان مولاي يوسف، وكان قريب للسلطان محمد الخامس، وكان صديق للملك الحسن الثاني، وكان خادم للملك محمد السادس، وكان نسيب الأسرة الملكية لأنه كان تزوج بأخته ديال الحسن الثاني بنته ديال محمد الخامس. تعين بعد ذلك وزير البريد، وزير الخارجية، وزير الدفاع، وزير المالية والتخطيط، إذا تحمل المسؤولية في واحد الظروف بداية الاستقلال اللي كانت ظروف صعيبة، واللي كانت المحاولة فيها هي تأسيس حزب واحد وفكر واحد وتنظيم واحد. وكان محمد الشرقاوي من الناس اللي حاربوا هذه الفكرة، وفي إطار المحاربة غادي يصدر واحد الجريدة باللغة الفرنسية اسمها ديموكراسي، والديموكراسي كان عندها واحد الوعي كبير على الحكم وعلى الحكومة، وكان تطالب بالديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان والتعددية الحزبية والملكية الدستورية. محمد الشرقاوي لم يكن مرتاحا لإعلان حالة الاستثناء سنة 1965. من هنا غتبدأ عنده واحد المشاكل اللي غتخليه يبتعد عن الحكم من بعد سنتين. ثم ما كانش متفق على اعتقال واحد العدد ديال الشخصيات من المعارضة ومعاملتها معاملة سيئة. ثم ما كانش مرتاح للاتفاقية اللي توقعت في إيران على الحدود بين الراحلين الملك العظيم الحسن الثاني والرئيس هو وليد المدينة. هذه كانت قناعة محمد الشرقاوي ولم يخفيها. كان سفيرا في باريس، وكان يمتاز بكونه ربط علاقات قوية مع الجنرال دوغول،
وكان جنرال دوغول تيستدعيه جوج مرات في السنه هو الشريفه لالا ملكه وتيتغداو عنده. هو السفير الوحيد اللي كان عنده هذا الحضور في الـ في الـ في الـ في القصر الامريكي. وكان شارل دوغول تيقول للشريفه انت يا اختو الحسن الثاني وبنتو محمد الخامس، وانا ما عمري ننسى محمد الخامس لانه شحتو سنه 1945 بوسام رفيق التحرير، وهو الوسام اللي عند جوج او ثلاثه ديال الناس في ذاك الوقت. محمد الشرقاوي من اللي خرج هو فلاح، اعتنى بالفلاحه، ولكن رجع لدارو اكاديميه كل يوم سبت اللي خلق الله سبحانه وتعالى. كانت عنده ندوه في دارو، تيجيو ناس مختلف يعني الافكار، مختلف التخصصات، فيهم اطباء، فيهم محاميين، فيهم جامعيين، فيهم رجال اعمال، فيهم كذا، وتتناقشوا في واحد الموضوع او جوج او ثلاثه المواضيع، وهو اللي تيكون يعني تيعطي الكلمه ويمشيها. انا من بعد كنت واحد الحساب قصير وسريع، صفت راسي انني دخلت لدار الشرقاوي اكثر من 1000 مره. صوروا الدين اللي على الشرقاوي اللي عندي، يعني واخا نعيش 1000 عام ما يمكنليش نرد له الدين اللي عليه، لان اولا احتضنني، ثانيا فتح لي واحد المجال باش نعرف وباش نتعلم وباش نسمع وباش نناقش. محمد الشرقاوي عنده واحد الخصله اساسيه وهو الوفاء. محمد الشرقاوي من شبابه وهو شوري الى ان توفي بعد 100 عام وهو شوري، لم يغير ولم يبدل. محمد الشرقاوي تنتفكروا بعض الصور نقول لكم هكذا بصوره قبل ما نقضي. حضر نهار الجنازه ديال الوالد الله يرحمه، وقف على القبر ديالو وقص التراب اللي غادي يدفن فيه. فذاك النهار بحال كل واحد تيفقد باه، تيكون يتيم، تيشعر باليتم. انا هذه 15 يوم اللي كنت في الزاويه الشرقاويه حاني على القبر ديال سيدي محمد وما تيدفنوه، شعرت بنفسي بحال مره ثانيه رجعت يتيم، لانه كان بالنسبه لي لي صديق واب في نفس الوقت. سي محمد الشرقاوي ظل صامدا في ثلاث اشهر، اربع اشهر الاخيره ديالو قضاها كلها في المستشفى، ولكنه كان يتابع الاحداث. والله كنت احدثه يوميا ويكلمني او اكلمه ويسالني عن المغرب ويسالني عن الجفاف ويسالني عن اوكرانيا ويسالني عن الصين ويحلل ويبدع. والرجل على فراش المرض، ومرضه كان يعني مرض انسان عنده 100 عام، تصور الوضعيه ديالو، ولكن الاهتمام ديالو، الفكر ديالو، الذاكره ديالو بقى ذاكره قويه. ما غنطولش، بغيت نختم هنا، لانه كان كذلك مناضلا صلبا، وكان من المؤيدين الكبار للقضيه الفلسطينيه. وكلما زار ياسر عرفات المغرب كان يذهب الى منزل محمد الشرقاوي، وحول محمد الشرقاوي كان عدد من رواد الثوره الفلسطينيه، اذكر من بينهم الدكتور هاني الحسن. كان مؤازرا للمجاهدين المسلمين في كل بقاع العالم ماديا ومعنويا. واخيرا الذي اذكره يوم 6 نوفمبر 1975 وهو في الصفوف الأولى للمتطوعين المشاركين في المسيرة الخضراء. هذا الالتزام جعل فقدان محمد الشرقاوي يعني خسارة لبلاده. ومع الأسف حاولت مرارا إقناعه بأن يكتب مذكراتي، فهو عاش أحداث ويعرف دواخلها وأسرارها وحيتياتها، ولكن كان يرد علي دائما انا ما يمكنش نكتب النص ونخلي النص الاخر. لهذا خليني الله يخليكم ما نكتب حتى شي حاجه، ودعوني وانا غندي معايا جميع الاسرار ديالي. رحمه الله، وشكرا لمؤسسه محمد بن الحسن المزني على هذه المناسبه للتعريف بهذه الشخصيه الوطنيه، وشكرا واعتذر.
على هذه الكلمة الاسم محمد الشرقاوي لا نعرفه جميعا، ما كنعرفوش بزاف كشخصيا، لان دائما كنرجع لما يغيب تنظيم سياسي عن الساحة السياسية حتى الرموز ديالو ما كتبقاش تذكر، وبالتالي هذا هو المشكل، لان لو بقى الحزب وصحافته وناضليه ولقاءاته غادي يمكن المغاربة كاملين يعرفوا، ولكن الغياب من 59 بعيدة شوية، وبالتالي المسافة طالت وما يمكنش يعرفوا الناس الشخصيات ديال هذا التنظيم هذا. واللي معنا ولد واحد منهم ولد السي حماد العراقي، من منا يعرف حماد العراقي الآن؟ يعني الأجيال اللي صغيرة إذن هذا أمر آخر نناقشوه في لقاء آخر. عندي غير واحد النقطة متعلقة بسي محمد الشرقاوي، واش وقع هنا ولا وقع هنا. أنا عارف شنو المشكل ديال الخطأ منين جا. هناك محمد الشرقاوي آخر هو اللي ساري في الوثيقة ديال حضر الأجيال، هذا رباطي ما عنده علاقة بسي محمد، ربما هذاك الاسم هو اللي دار هذه المشكلة هذه. إذا نمر إلى الاحتفاء بالذكرى ونبدأ بالأستاذ مصطفى بوعزيز، وكيف ما شرط أن العنوان ديال المداخلة ديالو هو وثائق المطالبة بالاستقلال بين الذاكرة الجماعية والذاكرة العلمية، فليتفضل الأستاذ. مشكورا. قبل أن أدخل لمداخلتي أترحب معكم على فقيد الدكتور محمد الشرقاوي. لم أعرفه ولكن كنت قريبا جدا منه عبر أبناء عمومته السي محمد الشرقاوي يحملون نفس الاسم، السي عمر الشرقاوي والسي مولاي طيب الشرقاوي وصغار هؤلاء. السي محمد الشرقاوي الذي يحمل نفس الاسم من أكبر علماء هذا العصر، أحد رواد السوسيولوجيا النقدية، أكبر المختصين في علوم التربية، ومع الأسف لا يستشير معه المغرب فيما يتعلق بقضايا التعليم. له علي فضل كبير، لأن لولاه لما دخلت للعلوم الاجتماعية لما خرجت من الرياضيات إلى العلوم الاجتماعية، كان السي محمد الشرقاوي هو الذي أطرني ولا زال، وهو الذي أخبرني بوفاة ابن عمه يوم 31 دجنبير، فأحسست بألمه بل بكى، وشاركت الأسرة مآسيها. فرحمة على السي محمد الشرقاوي وكل الاعتزاز والفخر بالصداقة مع الشرقاوي. وربما فيما سأعرضه كثيرا مما علمني إياه السي محمد الشرقاوي الباحث في العلوم الاجتماعية. مداخلتي ستكون بالفرنسية، ومن أراد الاطلاع على مضمونها بالعربية فهو في كتابي المقبل الأخير حول الوطنيين المغاربة في نهاية الجزء الأول 40 صفحة الأخيرة، كلها تلخص ما سأقوله اليوم بالفرنسي. سأركز هذه المداخلة، سأبدأها بالفرنسي وأنهيها بالعربية من أجل المغور الموجود، ولكن أوثقها بالفرنسية نظرا لأنني بصدد إعادة كتابة أبحاثي بالفرنسية بعد أن نشرت بالعربية. Donc ma communication porte le nom pour une mémoire collective. L'hommage que rend un groupe humain ou une institution ou des personnalités à des personnalités du passé, femmes ou hommes, est dans le fond une célébration. Une célébration d'un événement jugé exceptionnel, fondateur et historique que des femmes et des hommes dans notre temps ont initié, encadré ou dirigé. La célébration se déploie selon un rituel souvent réinventé,
et quelquefois institutionnalisée et élevée au rôle d'une fête nationale. La célébration transcende alors le groupe initiateur et s'impose par décision régalienne, c'est-à-dire par décision de l'État, à tous les autres groupes formant la société. La célébration est un investissement mémoriel, un acte d'hégémonie ou de résistance qui permet au groupe initiateur de maintenir son positionnement dominateur dans le champ de la mémoire collective ou, s'il est marginalisé, de négocier une meilleure place. La célébration est une action sociale dont l'enjeu est bien la structuration de la mémoire collective. Celle-ci n'est pas l'émanation du travail historique que fournissent les historiens professionnels, en tout cas pas fondamentalement. La mémoire collective est un produit social. Les historiens professionnels ne célèbrent pas les événements jugés fondateurs par des groupes ou communautés ou institutions. Ils étudient comment les initiateurs et les participants célèbrent ces 10 événements exceptionnels. Leur travail d'investigation et de recherche participe notamment par l'historiographie, c'est-à-dire l'écriture historique. Ils participent leur travail à façonner une autre mémoire, celle dite mémoire historique ou scientifique. Les deux mémoires se chevauchent, mais ne se coïncident pas. La mémoire collective est traversée par tous les pouvoirs, politiques, religieux, économiques, sociaux et autres. Elle est sélective et déformante. Elle est façonnée. Elle est façonnée, construite et déconstruite par les subjectivités des groupes sociaux. Elle est intime, chaleureuse, même dans ces recoins où sont cantonnées les mémoires du groupe marginalisé. Dans son foisonnement continu, elle s'offre comme objet d'étude aux professionnels de l'histoire. Par contre, la mémoire historique, scientifique, fait partie du champ scientifique. Elle est produite par des historiens professionnels. Elle n'est régie que par un seul pouvoir, celui de la science et de l'académisme. Elle est à chaque phase de son développement le reflet du champ académique et universitaire de son temps. Elle est tributaire de ses théories, de ses problématiques et de ses méthodologies. Elle tend, dans sa quête des faits et sa construction des événements, vers l'exhaustivité. Elle est froide et a vocation à se refroidir quand, par dérapage polémique, elle célèbre au lieu de déconstruire. La célébration, au lieu de déconstruire la célébration, elle tend à l'objectivité dans son acception académique, c'est-à-dire une objectivité relative. L'historien est certes citoyen d'une société ou membre d'une communauté, mais quand il s'exprime en chercheur, en savant, il est contraint d'observer une distanciation critique avec son objet de recherche. Ici, l'objet de recherche, c'est la célébration. Ainsi, les deux mémoires ne se coïncident pas. Elles sont bien entendu liées. L'une est objet, l'autre est sujet. Le récit mémoriel, fut-il roman national, n'est qu'une construction historique. Bref, la mémoire qui se révèle par des récits nationaux ou régionaux ou communautaires n'est pas l'histoire qui se matérialise dans les productions des universités et des centres de recherche. Il arrive que la mémoire collective marginalise, voire efface du champ médiatique, la mémoire historique. Dans ce cas, on est dans une société despotique, voire totalitaire, où le seul discours autorisé est celui des forces hégémoniques et où l'esprit critique est jugé subversif et dangereux. Quand une autonomie relative est observée entre les champs, notamment entre le champ scientifique et le champ politique, les deux mémoires, sans être dissociées l'une de l'autre,
fonctionnent de façon autonome et interagissent positivement. Dans ce cas, la société s'approprie collectivement son passé et restructure sa mémoire collective, dans le respect des différences et de la diversité. Dans ce cas aussi, le champ académique, qui n'est régi que par le pouvoir de la science de son temps, produit de l'histoire, avec un grand H. Et celui-ci structure la mémoire historique. Cet état de fait est un aboutissement d'un long processus d'interaction entre histoire et mémoire, processus sinueux, jalonné souvent de chocs violents entre histoire et mémoire. C'est ces chocs, inévitables d'ailleurs, qui permettent à une société de muter d'une interpénétration de ces champs avec l'hégémonie de l'un ou de deux, champ religieux par exemple, le champ politique, elle mue et une mutation vers une autonomie relative des mêmes champs, permettant ainsi l'émergence d'un côté d'une communauté scientifique, de l'autre d'une société civile indépendante vis-à-vis du pouvoir et de l'État et de la société. C'est là les conditions nécessaires à une production de modernité endogène. Alors, qu'est-ce qu'il en est du Maroc? Dans mes anciens travaux, ceux de 1987, 1999, 2005 et 2010, j'ai initié et développé la notion d'hésitation des intelligences marocaines. Hésitation à produire une modernité marocaine propre, une modernité endogène. Ces intelligences, toutes tendances confondues, dans le pouvoir ou dans l'opposition, se contentent dans une sorte d'antichambre de la modernité, leur propre modernité. À travers cette longue recherche, la mémoire collective marocaine ne se révèle pas immuable, mais ces mutations n'obéissent qu'à un temps long au cheminement tortueux. Pour faire court, je dirais que le choc de la modernité occidentale qui s'est matérialisé violemment par les colonisations françaises et espagnoles a imposé aux Marocains une première restructuration de leur mémoire collective, notamment à travers les nouveaux mouvements sociaux qui contestaient l'état de mise en minorité des Marocains par les colons et le fait colonial dominateur, en les appelant seulement des indigènes. Cette riposte marocaine, d'abord sociale, puis politique, s'est faite dans la diversité des sensibilités culturelles, linguistiques et politiques. Elle a ébranlé la structure de la mémoire collective marocaine, mais sans en changer la configuration, travaillée en profondeur par les fondamentaux de la culture conservatrice marocaine d'obédience arabo-musulmane, notamment le concept d'unité fusionnelle sacralisé à l'époque par le rite malikite prépondérant au Maroc et au Maghreb. Après l'indépendance politique du Maroc en 1956, la centralité de la monarchie dans le système politique marocain, centralité d'ailleurs instituée et légitimée par les diverses sensibilités des nationalistes marocains, a permis, notamment par la retraditionnalisation de la culture opérée par le roi Hassan II, une restructuration de la mémoire collective qui allait devenir une mémoire uniforme, officielle et uniquement royale. Elle se manifestait brillamment dans les livres scolaires, les fêtes officielles, les commémorations, les noms de places, les noms de rues, le nom d'aéroport, les noms d'universités, le nom d'hôpitaux, d'écoles, et j'en passe. Cette mémoire hégémonique et dominatrice a d'un côté retardé l'émergence d'une mémoire historique, et de l'autre, elle a marginalisé et occulté toutes les autres mémoires durant des décennies. Elle s'est appropriée le combat multiple pour l'indépendance. Elle a érigé la monarchie au rang de locomotive de l'épopée de la libération et de l'indépendance, réduisant les leaders nationalistes et les différentes couches sociales en simples comparses. Même des dates significatives
des combats pour la libération et l'indépendance ont disparu du calendrier officiel de célébration. J'en cite brièvement quelques-unes. Le 20 juin 1921, la grande bataille d'Anouel, Abdelkrim Khattabi. Le 16 mai 1930, les manifestations contre le Dahir. Le 7 avril 1947, le carnage à Darb el-Kabir et Ben Msir. Le 2 octobre 1955, première opération militaire de l'armée de libération du Maroc. Le 2 mars 1956, la fête de l'indépendance, transférée au 18 novembre. La liste est longue et mérite une étude exhaustive. Le rouleau compresseur de cette mémoire officielle royale a provoqué des traumatismes et des plaies profondes dans les autres mémoires de la société marocaine. Leur impact sont encore présents. À titre d'illustration, je rappelle ici quelques mémoires martyrisées. Je commencerai par la mémoire des communistes marocains, que j'appellerai une mémoire pulvérisée. En dépit du rôle fondateur des communistes marocains dans l'initiation et le développement du combat social au Maroc durant les années 20, 30 et 40 du XXe siècle, notamment le combat syndical, la mémoire des communistes marocains a été la plus facile à effacer. On peut même dire qu'elle a été pulvérisée. Le fait que le Maroc était et est encore un pays majoritairement musulman, où le rite malikite encadre à lui seul la religiosité, a permis de présenter les communistes comme des athées, donc des kafirs, des mécréants, et a décrété leur exclusion de la Oumma et par conséquent effacer leurs traces de la mémoire collective. Mais dans la mémoire historique, la mémoire scientifique, celle façonnée par les historiennes et les historiens professionnels, ces traces sont indélébiles. Des milliers de pièces d'archives locales et internationales attestent de l'action communiste au Maroc, notamment en matière de lutte pour une justice sociale et pour une indépendance nationale. Quelques événements passés sous silence pour montrer l'ampleur de la pulvérisation de cette mémoire, je vais les citer brièvement. Il est bien établi historiquement que le développement du communisme au Maroc a été fondé et encadré au début par les communistes français, les partis communistes français. Sans eux, l'internationalisation des événements des RIF, 1921-26, dirigé par Mohamed Ben Al-Karim Khattabi, n'aurait pas eu lieu. Sous l'action des communistes français, le Parlement de la France, qui colonisait une grande partie du Maroc, n'aurait pas connu le débat houleux sur la guerre des Rifs et les crimes de guerre commis par les deux armées coloniales françaises et espagnoles. Les annales du Parlement français, ainsi que les reportages et comptes rendus du journal communiste L'Humanité, attestent les positions de soutien des communistes français. C'est par eux que le monde découvrit la personnalité hors pair du leader Mohamed Abdelkrim Khattabi. C'est cet héritage positif qui a facilité aux syndicalistes de la CGT au Maroc d'implanter l'idée communiste en pays d'islam qu'était le Maroc. Les premiers noyaux communistes qui encadraient le mouvement syndical marocain naissant étaient les premiers dans la zone française à réclamer l'indépendance du Maroc. L'événement s'est déroulé en 1935 et est parti de Meknès en février 1935, suite à l'affaire Jules-Joseph Dumont, un ancien soldat français de la Première Guerre mondiale, officier titulaire de la Légion d'honneur. Installé à Intaustadt comme paysan, il s'est marocanisé. Il a pris l'arabe et la Mazir, il s'est amazérisé, il a épousé une Marocaine et intégré par mariage la société marocaine. Il s'est affilié au communisme et devenu le leader des Fellahs amazir de la région de Meknès. Cette première réclamation de l'indépendance a dû coûter à Dumont
sa liberté. Elle a été emprisonnée, jugée par un tribunal militaire, son exclusion du Maroc, ainsi que la perte de sa Légion d'honneur et le démantèlement de cellules communistes au Maroc. Mais une année après, des grèves et des manifestations vigoureuses allaient fonder le syndicalisme marocain comme acteur important dans le champ social. C'est les fameuses manifestations de 1936. Le Parti communiste marocain allait se refonder en pleine Deuxième Guerre mondiale et il allait réclamer en 1942, à travers sa presse, de nouveau l'indépendance du Maroc. Il sera sévèrement réprimé. Des camps d'emprisonnement au sud du Maroc, Boudnib et Bouarfa, incarcérés en majorité des communistes. Certains d'entre eux étaient de familles juives. On confond souvent maintenant ces camps avec les camps de concentration créés par les nazis et leurs collaborateurs du gouvernement de Vichy. Le PCM s'est reconstitué en 1943 sans connaissance profonde de ses prédécesseurs. Ses nouveaux chefs ont estimé judicieux de ne pas réclamer l'indépendance en période de guerre contre le nazisme et le fascisme. Mais les bases de ce parti l'ont fait en faisant signer massivement les pétitions de soutien aux manifestants du 11 et 13 janvier 1944, notamment dans la région de Tsadla. En 1946, la direction du PCM s'est fortement marocanisée. Le sultan Sidi Mohamed Ben Youssef a donné audience à une délégation du PCM qui a déclaré solennellement son soutien au sultan et son action pour l'indépendance. Après l'indépendance politique du Maroc en 1956, le Parti communiste marocain a été toléré jusqu'en 1960, date où le roi Mohamed V a obtenu par décision judiciaire la dissolution du Parti communiste marocain parce que son titre d'Amir al-Mouminine lui interdit d'autoriser une formation communiste en terre d'islam. Ainsi, la boucle est bouclée et la mémoire communiste de nouveau pulvérisée. Deuxième mémoire, c'est la mémoire des nationalistes du Nord, une mémoire que je qualifie de phagocytée. S'il y a une région qui a subi dans son territoire et sa population des préjudices qui se sont accumulés durant tout le XXe siècle, c'est bien le Nord du Maroc, appelé aussi zone Khalifa, ou zone d'influence de l'Espagne coloniale. La mémoire des gens du Nord n'a qu'une présence secondaire au sein de la mémoire collective. Elle décore l'ensemble, mais elle n'en est pas la quintessence. Dans les récits hagiographiques ou nationalistes, Hajj Abdeslam Ben Nouna est souvent cité avec le titre de « Père du nationalisme marocain » Abdel Watani al-Maghribi. Mais on n'explique pas comment et pourquoi il a acquis cette distinction. Dans l'historiographie marocaine, donc au sein de la mémoire historique et non de la mémoire collective, quelques historiens ont essayé de lever ce préjudice. Hajj Abdeslam Ben Nouna était un notable de la ville de Tetour, une personnalité charismatique qui rayonnait non seulement au nord du Maroc, mais aussi à Fès et en Orient arabe. Un érudit lié d'amitié avec l'émir Shakib Arsalan, figure de proue du pan-islamisme et du pan-arabisme. Nationaliste de première heure, fin politique, probablement un franc-maçon, Hajj Abdeslam Ben Nouna entame dès 1916 une campagne de conscientisation des Marocains de la zone du Nord. Il exploita à l'extrême les dissensions franco-espagnoles et gagna dans cette partie du Maroc des espaces de liberté et de manœuvre qu'il met à la disposition de tous les Marocains, même ceux de la zone d'influence française. Il se distingua plusieurs fois comme chef politique d'envergure et comme précurseur d'une modernisation des structures et des mentalités. Durant la guerre d'Irif, 1921-26,
il soutint discrètement l'Khtabi et organisa secrètement la médiatisation des exploits des Rifains au Moyen-Orient arabe. C'est son proche et ami, l'historien Mohamed Daoud, qui était le correspondant secret du quotidien Al-Ahram. C'est ses articles qui ont fait connaître au monde arabe Abdelkarim Khtabi et sa révolution. Au début des années 30 du siècle passé, l'Espagne bascule d'un régime monarchique à un régime républicain. Les socialistes au pouvoir avaient dans leur programme des positions anticoloniales. Les nationalistes du Nord craignaient le retrait de l'Espagne, car dans l'état des rapports de force de l'époque, le retrait de l'Espagne entraînerait l'occupation de la région par l'armée française. Les nationalistes du Nord, et à leur tête Hajj Abdeslam Bennouna, entamèrent alors une démarche auprès de la République espagnole naissante pour convaincre les socialistes espagnols de laisser l'armée coloniale espagnole au nord du Maroc et leur dire que cela est un acte anticolonial, anti-impérialiste et surtout anti-français. Démarche singulière et un peu étonnante à plus d'un titre. Une délégation de Marocains du Nord a été reçue par le président de la République espagnole, le président Zamora, le 8 juin 1931. Le texte du mémorandum des nationalistes du Nord est une pièce d'anthologie dans la littérature anticoloniale. C'est au cours de cet événement que Hajj Abdeslam Bennouna acquis son titre de père du nationalisme marocain. Entre occupation coloniale directe, asservissante et l'indépendance totale, le génie marocain inventa l'autonomie relative. C'est là l'origine du statut particulier de la zone nord entre 1931 et 1956. C'est ce statut qui a permis aux nationalistes et aux résistants de la zone française d'avoir une base arrière politique, une base culturelle et une base militaire. Les nationalistes du Nord ont eu leur déboire avec les républicains, leur dérapage avec les franquistes, mais aussi leur heure de gloire. Au milieu des années 30, ils ont fondé deux partis, le Parti national des réformes, sous la direction de Abdelkader Torres, et le Parti de l'unité marocaine, sous le commandement de Mkena Seri. Ces deux partis, en dépit de leur concurrence, ont pu travailler ensemble et sentir ensemble, durant la Deuxième Guerre mondiale, qu'un monde nouveau allait se construire. Ils décidèrent de s'y impliquer. Ils fondèrent la Jebha al-Qoumiya, le Front patriotique, rédigèrent ensemble un texte de réclamation de l'indépendance et d'unité du Maroc. Le rendèrent public, ils le remirent aux autorités espagnoles et aux représentants des alliés à Tanger. Ainsi naquit le manifeste du 14 février 1943. Un texte relativement long, foncièrement patriotique, mais n'évoque dans aucun de ses lignes la notion de démocratie. Les manifestes qui viennent après en 1944, le 11 et le 13, empruntent beaucoup à ce texte oublié des gens du Nord. Après l'indépendance politique de 1956, les partis nationalistes du Nord ont été engloutis par le parti de l'Istiqlal, par le parti Hizb Shura et par le Mkhzen. Le Nord du Maroc a été marginalisé dans la construction de l'État national, et la mémoire des gens du Nord a été phagocytée et réappropriée par différents acteurs de la zone française. Dans la mémoire collective hégémonique, l'appellation zone khalifale, Montaqa al-Khalifia, institue un second rôle comparé à l'appellation zone sultanienne. Le khalif n'est pas le sultan, donc les gens du Nord sont marginalisés. Ma troisième mémoire, et j'arrêterai là-dessus, c'est la mémoire des nationalistes du Parti de la démocratie et de l'indépendance, une mémoire que j'appelle une mémoire bafouée.
Mohamed Hassan Ouazzani est une personnalité singulière. Non seulement il était une des figures des jeunes nationalistes du début des années 30 du XXe siècle, mais surtout un précurseur d'une pensée modernisatrice, un essayiste prolifique et un apôtre du lien de droit. Il était un des animateurs de la revue Maghreb, qui apparaissait à Paris sous la direction du petit-fils de Karl Marx, le parlementaire Longuet. Il était le fondateur du journal L'Action du Peuple au Maroc, le journal qui a appelé et organisé la première célébration de la fête du trône en 1933. Il était l'un des précurseurs et des principaux rédacteurs du plan des réformes de 1934. La liste de ses actions, les actions de Mohamed Hassan Ouazzani, est tellement longue que le centre Mohamed Hassan Ouazzani ne l'a pas encore épuisé. Mohamed Hassan Ouazzani, après des dissensions aiguës avec ses compagnons Alain Fassi et Ahmed Badafrej, fonda un parti en 1937, le Harakat Qawmiya, qui allait devenir, après la Deuxième Guerre mondiale, le Parti de la démocratie et de l'indépendance, PDI. Ce parti allait développer un courant social et politique porté par des nationalistes qui seront connus par l'appellation des Chourioums, sur la mémoire collective. Les Istiqlaliens d'abord, mais surtout le Mkhzen après. Beaucoup d'actions du PDI et de Mohamed Hassan Ouazzani ont été réappropriés par d'autres et beaucoup d'événements effacés, tout simplement de la mémoire collective. C'est le cas du manifeste du 13 janvier 1944, présenté au sultan Sidi Mohamed Bouazizi. Ce manifeste, quand il n'est pas oublié, est présenté comme simple lettre de soutien au manifeste du 11 janvier 1944. Une lettre présentée par un petit groupe de chouristes à la demande du sultan, après le refus de Mohamed Hassan Ouazzani, en résidence surveillée à Izzer, de signer le manifeste du 11 janvier. Ça, c'est une parole de ceux qui veulent occulter cette mémoire chouri. Bien entendu, la vérité chouriste et autres, des négociations et des va-et-vient entre Istiqlaliens et chouristes avaient été intenses, dont l'objectif aurait été de signer ensemble un manifeste unitaire. Je conclue, si Monsieur le Président me le permet, en deux minutes avec une conclusion où j'avais l'intention d'évoquer d'autres mémoires effacées au Maroc. Je donne que les titres, la mémoire du juif marocain, une mémoire refoulée, la mémoire des Amazigh, une mémoire occultée. Mais pour dire à la fin de cette intervention que, à partir de la fin du siècle, une ouverture de la mémoire collective a été opérée par l'État marocain et par le roi, et un espace d'expression des autres mémoires ont commencé à être pratiqués. Mais cette ouverture, certes contrôlée de la mémoire collective, amène des affrontements, voire des fois des guerres de mémoire entre les différentes mémoires que avant étaient marginalisées. Dans ce sens, je dirais en tant qu'historien que l'histoire au Maroc est un champ en construction. L'histoire n'est pas encore construite, elle est difficile à construire parce que justement on n'est pas passé à une autonomie effective du champ scientifique. Et cela ne pourrait avoir lieu qu'en passant par des chocs des fois violents entre histoire et mémoire. Le moment que nous vivons en est une émanation. Il y a des chocs qui se font, ce n'est pas encore suffisant pour provoquer un changement qualitatif de la mémoire collective marocaine. Et j'en donnerai qu'un petit exemple. Ça fait 25 ans que j'appelle à ne pas fêter le 11 janvier, ni à le remplacer par le 13 janvier, ni à fêter le 14 février 43 qui est l'initiateur. Pourquoi ? Parce que c'est un travail d'élite.
on présente une pétition, un manifeste, on le signe. Mais il ne crée pas l'événement. L'histoire, c'est l'événement. Quand est-ce que les Marocains ont réclamé l'indépendance du Maroc en masse et qu'ils ont payé cette réclamation par leur sang? Il y a un événement qui s'est produit le 29 janvier 1944, le 30 janvier 1944, à Salé, à Rabat et à Fès, et où des Marocains sont sortis aux manifestations, et où l'armée française, et surtout la deuxième division blindée du général Leclerc, qui traversait le Maroc vers le front de Tunisie, a tiré à balles réelles, et des milliers de Marocains sont tombés. Et ces Marocains qui sont tombés sont des Istiqlaliens, des chouristes, des communistes, de simples Marocains. Donc c'est l'unité, c'est ce que j'appelle moi, ceux qui ont signé avec le sang la réclamation de l'indépendance. S'il y a une fête nationale unitaire et qui rassemble tout, ça serait cette fête-là, c'est-à-dire le 29 et le 30 janvier, et non ni le 11, ni le 13, ni le 14 février. Et je vous remercie. بعن نظام الأشياء نظام المشاكل التي خلقتها المطالبة بالاستقلال هي يعني لأن المشكلة ما تطرح حتى بداية الاستقلال حتى السنوات الأولى ديال الاستقلال وكان يدخل ضمن المشروعية الحزبية وكل حزب يريد أن يضيف إليه مشروعية أخرى من خلال هذه الوثيقة في هذا السياق كان حزب الاستقلال يقصي غيره إقصاء تاما بل أكثر من ذلك تهمت أن أحد المشتغلين كان من الكرام كان اسمه عطاوه الوثيقة يديها سي محمد الحسن الوزني في المنفى وطلب منه أن يمضي فرفض الإمضاء هذا الكلام الرائج المهم أنا بالنسبة لي يمكن أن يروج هذا الكلام داخل في نطاق حزبي مع الشبيبة مع سمو تقلب سعد الكريم غلاف طبعا الأولى ديال الكتاب ديال تاريخ الحركة الوطنية المغربية كيوثق هذا الكلام وكأنه تاريخ مابقاش ذاكرة ديال وذاكرة ديال الحزب ذاكرة ديال الحزب ما تكونش ليه ديال التاريخ المسألة شمال نهار اللي خرج المذكرات ديالو بأنهم راهم دفعوا وثيقة يعني ماشي ما كاينش تشاور قبلها يعني بعد هذا إخبار فقط وخلنا ورقة مكتوبة كيقول فيها كانت منينات انت وعلى نفسي تكونوا معنا إلى غير ذلك من هذه الأمور نهار اللي خرجت المذكرات ديال الوزاني ماشي الناس غيرت الموقف لا في الطبعة الثانية ديال الحركة ديال الحركة الوطنية ديال السي عبد الكريم غلاب تيقولوا لك داكشي اللي كنت قلت راه خديته من عند السي بوكر القدير وسي بوكر القديري كنعرفوا راجل يدافع على التنظيم وكيصوب تاريخ ديال التنظيم حقه هذا كيدبر راسو ولكن غير ما يوليش هذاك التاريخ ديال التنظيم وايديولوجيا التنظيم وطروحات التنظيم هو التاريخ ديال البلاد هنا فين عندنا حنا المشكل ذاكرة حزب ولكن عندنا اصبح تاريخ ديال البلد هنا فين كاين المشكلة الطبعة الثانية لم يقل عبد الكريم غلاب ما قاله في الطبعة الأولى نقص وقال بأن الأمور ممكنة اسمه قابلة للنقاش صدرت طبعة ثالثة مع الأسف ما شفتهاش وكنت كنفكر نشوفها نشوف واش تراجع بالمرة على هذا الكلام ولا باقي الكلام كيتردد إذا راه مسألة النقاش هي مسألة حزبية أما التاريخ يثبت أشياء أخرى ولكل ذي حق حقه التاريخ لا يمكن لمن سبق ولا لمن توسط ولا لمن تأخر المشكلة أن التاريخ يسجله كل شيء أما الإيديولوجيات ما خدماش يمكن تخدم في إطار الصراع الحزبي ولكن كتاريخ ما يمكنش نحول الإيديولوجيات إلى تاريخ إلا إذا بغينا نكتبوا تاريخ الإيديولوجيات بالمعنى المعروف ويفهموها الناس من البداية أنها إيديولوجيات وراه ماشي تاريخ المداخلة الثالثة هي السي عبد الواحد بن عدرا والعنوان ديالها هو مفهوم الاستقلال محاولة أولية انطلاقا من وثائق المطالبة بالاستقلال فله الكلمة. حضور الكرام أن أتوجه بالشكر لمركز محمد حسن الزاني لإتاحته الفرصة لإلقاء هذه المداخلة
قبل ذلك هو شيء ونوع من الحرج، وأنا أجلس مع أستاذين درساني في الكلية لهما فضل كبير علي، فلذلك اقبلوا مني ما ترونه مناسبا وتجاوزوا عما ترونه خارج السياق. فأحببت أن أقول هذه الكلمة لأنني تعلمت الكثير من الأستاذين الفاضلين، الأستاذ مصطفى بوعزيز والأستاذ محمد معروف الدفري، بل هو تميز بكرم حاتم في المناقشة عندما كنت أهم بطرح سؤال على أحدهما لم يكن يبخل علي، فلذلك أحببت أن أستغل هذه المناسبة لأعترف لهما بالجميع. كما وضحت في العنوان فملاحظات أولية، بمعنى أن هذه محاولة أو نواة دراسة ربما لم يسعفني الوقت الكافي لكي ألملي مشتات بعض الأشياء، لدرجة أنني لآخر لحظة وأنا أغربل في بعض الوثائق التي كنت قد وضعتها في هذا العرض. أولا بصراحة اهتمامي بالحركة الوطنية يدخل من باب الأندلس، ولكن لن تتاح لي فرصة كبيرة لأناقش هنا بعض الفاعلين الذين ينتسبون إلى أسر أندلسية منحدرة من الأندلس. وعند دراستي لهذا الموضوع طبعا اجتمعت لدي مجموعة من الوثائق هي التي قمت باستغلالها. وأود هنا طبعا أوجه الشكر الجزيل للأستاذ نجيب تقي الذي أمدني ببعض أعداد جلسة السعادة التي لم يعد لدي القدرة أو الفرصة لقراءتها كما كنت أفعل عندما كنت أقرأ في مدرسة الأسد في الرباط، وكنت أستغل الوقت لكي أذهب إلى لاسورس وأطلع عليها ورقية بشكل واضح وجميل. و لحسن الحظ كنت قد أخذت بعض النصوص أو المجددات، أما الآن فطبعا انتقلت لاسورس إلى المكتبة الوطنية ولا أعرف مصيرها. المهم عندما اضطررت إلى إعادة قراءة بعض الأعداد خصوصا ماستر 1956 التجأت إلى الأستاذ نجيب تقي ولم يبخل علي، فله أيضا مني الشكر الجزيل. هو أيضا درسني في الكلية فأنا محظوظ ب. إذن قلت سأحاول أن أقدم نواة رشات على أن أطورها لاحقا، التمس طبعا ظروف تخفيف في حالة إذن عنوان مدخلا مفهوم استقلال محاولة أولية انطلاقا وتاهة لطلب الاستقلال. سأحاول أعالج على بالضبط ثلاث مفاهيم: مفهوم حماية، مقاوم، والاستقلال. أحاول أن أرمي ببعض الأشياء وأرى تفاعلكم كيما أطورها مستقبلا. مفهوم الحماية مفهوم ملتبس طبعا. لماذا ابتدأت بالحماية؟ لأننا لا يمكن أن نفهم مفهوم استقلال بدون أن نرجع لمفهوم الحماية. ولذلك أستاذ محمد حسن المجاني مفتي أن يطالبوا بنشر وثيقة الحماية التي كتبت إذا كانت موجودة باللغة العربية لكي نفهم عن أي تفاوض وأي استقلال سنتحدث. وطبعا أنا لن أقرأ عليكم هذه النصوص فهناك إشارة إلى أصحابها. المهم أن مفهوم الحماية من الناحية القانونية معروف كما قال الأستاذ عبد الحميد حسين، ولكن من حيث التطبيق هناك التباس كبير. يخلص الأستاذ عبد الحميد حسين خلال نقاش مجموعة من الدراسات التي تناولت مفهوم الحماية، ويتبين لنا من خلال السيرة التي ترمز لفشل الحماية في المغرب أن المبادئ النظرية التي قام عليها هذا المفهوم صعبة التطبيق ومنافية للمنطق الاستعماري يتحكم على أرضية الواقع في العلاقة بين الحامي والمحمي، ونسجل من خلال هذا المعطى التناقض السارخ بين المفاهيم والوقائع أو بين النظرية والتطبيق. في بحثي عن طبعا هنا دراسة أخرى، في بحثي عن تناول مفهوم الاستقلال حقا لم أعثر على دراسات كثيرة ربما ذاك الوقت. المهم الدراسة التي عثرت عليها هي دراسة الباحث عاهد حيمين
محطة تطور فرص الاستقلال في خطاب النخبة المثقفة بشمال المغرب. طبعاً أنا أكرر هنا ما قال، فلدي بعض الملاحظات، ولكن أهم ما خلص إليه هو هذا، أن التفكير بالاستقلال ارتبط مع الوحدة في الشمال حسب هذا الباحث. أيضا خلص إلى أن مجموعة من الفاعلين في الشمال الوطنيين في الشمال كانوا يعني يسعون على أن تكون هناك مرحلة سابقة على الاستقلال، وهي مرحلة النهضة المجتمعية إلى آخره. ولكن في الحقيقة هذه الملاحظة أراها أيضا تسريح حتى على الحركة الوطنية في المنطقة السلطانية، وسأعود لهذه النقطة لاحقا. في هذا الإطار أيضا نبه الباحث إلى أن الطريقة التي كانوا يفكروا بها الوطنيين في الشمال جعلتهم يستحسنون ضم إسبانيا لطنجة بعد طبعا هزيمة فرنسا، ما يعني أن هذا سيخدم القضية الوطنية وتوحيد تراب المغرب. وطبعا في الأخير فهو يصل إلى النتيجة أن نخبة الشمال تدرجت في بناء تصورها للاستقلال. طبعا هنا أفتح القوس، صراحة عندما قارنت بين مفهوم الاستقلال في طبعا المحاولة ومفهوم الاستقلال كما نشأنا عليه، فأعتقد أنه لا علاقة بينهما. الطريقة التي أعيد بها إنتاج مفهوم الاستقلال في المدرسة وغيرها وفي التلفاز وفي إعلام بصفة عامة يوحي لنا بأن هناك قطيعة تامة مع الاستعمار، وفي الحقيقة ما لاحظنا أو ما لاحظته هو العكس تماما. إذا هناك إعادة إنتاج مفهوم بطريقة مختلفة عن تمثلات الفاعلين له. طبعا الحماية تطرح مجموعة من النقاط من أجل فهم الاستقلال نفسه ماذا يعني بالنسبة للفاعلين. الحماية هي صدمة باعتبار أن الذي سيحكم غير مسلم. فهنا سؤال، كيف تقبل المغاربة وخصوصا رجال الدين مسألة حكمهم من قبل أجنبي؟ أنا لن أكرر ولن أكون أكثر فهم الموضوع من الأستاذين الدافر والسلوبيين الذين تناولوا هذا الموضوع بطريقة من الطرق ومقاربة مختلفة، سواء عند الحديث عن أنواع السلفيات التي ظهرت متعلقة بعشرين في المغرب أو ردود فعل المغربية تجاه ظاهرة الحماية. ولكن أود أن أتقاسم معكم بعض الإشارات هنا. إذا لاحظتم هنا هذا مقطع من الرحلة المدريدية لسكيرج، وهنا يصف فرانكو بصفات فيها الإطراء في الوقت الذي نعرف أن من الأشياء التي كانت تخلق مشكل بين الأوروبيين والمغرب هي الألقاب التي كان يصف بها المخزن المغربي الملوك الأوروبيين كالطاغية والعظيم، إلى درجة أن ليون روش في القرن 19 أصر على حذف لقب العظيم وتعويضه بالسلطان. ومع ذلك كما تلاحظون في هذه الوثيقة المنشورة في دولة الوثائق الجزء الثاني، رفض السلطان أن يلقب هؤلاء ملوك الدول الأوروبية بالعظيم بالسلطان، لاعتبار أنه جرى على السنة النبوية في تلقيب ملوك النصارى بالعظيم. طبعا هذه الأمور تناولتها بشكل أشكال في الكتابة على الحاسفة، لذلك لن أطيل فيها. الغموض قلت يكترف الحماية ويظهر هذا فيما كتبه ملوك النصيري في هذا الكتاب موقف الأمة المغربية من الحماية الفرنسية، والذي تحدث عن مجموعة من المشاكل التي اعترضت الاتفاق بين المولى عبد الحفيظ والفرنسيين، وطبعا ذكر مجموعة أشياء مختلفة عما ذكره بعض الباحثين، مثل رفض المولى عبد الحفيظ الحماية 5 أشهر من المفاوضات، كما ذكر دور المغرب في المسألة باقتراحاته التي لم تقبل في نهاية الأمر. ولكن ما أثارني في الحقيقة في هذا الكتاب وما ذكر عن أن هناك كان هناك اتفاق مسبق بين المغرب وفرنسا والمغرب الإسبانية عن الجلاء من المغرب. وفي هذه الحالة إذن هل هذا فقط محاولة يعني تنويم يعني أزمة الضمير التي يحس بها المخزن تجاه قبوله
أنه تحدث عن وجود اتفاق الجلاء، أم فعلا كان هناك اتفاق للجلاء ولم تتزم به لا إسبانيا ولا فرنسا؟ طبعا الأستاذ ربما يصححني أو يطور المسألة. أيضا كان هناك حديث عن تقرير مارشال يوطي، وفي هذا الإطار مفهوم الحماية ملتمس أيضا حتى عند الفرنسيين، رغم أن بعض الباحثين يتحدثون على أن مفهوم الحماية كما طبق في المغرب كان بإعاز من مجموعة من الليبراليين إلى آخره، ولكن في نهاية المطاف عندما نعود لمقتطف من تقرير مارشال نشره المشرف في هذا الكتاب السابق ديكم، نلاحظ أن لويطو يقول إن إقامتنا في هذا الوطن مؤسسة على مفهوم الحماية، نعلن ذلك وتعلن الحكومة الفرنسية في كل مناسبة، ولكن أليس ذلك سوى كذب وتلفيق؟ طبعا ذكر المكين نصاري أن التقرير كان سري إلى أنه شرف في سياق مذكور في. أيضا محمد المكين نصاري انتقد غياب نص العرب، وفي الحقيقة مسألة غياب نص العربي الحماية تثير مشاكل إلى إشكالات عديدة لغاية اليوم، رغم أن البعض يشاهد ويقول أن هناك نص عربي مقابل، ولكن في الحقيقة مسألة فيها إشكال. بالمناسبة طبعا ممكن نصير انتقد أيضا تلكؤ السلطات الفرنسية في إظهار نص الفرنسي، ولكن هذه المسألة جنبه فيها الصواب لأن النص الفرنسي كان مشهور منذ 1931 في هذا الكتاب، هذه وعبارة عن وثائق دبلوماسية منذ 1931 منشور النص الفرنسي على عكس ما كان يعتقد بعض الوطنيين منهم محمد المكين الناصري. طبعا بعض الباحثين شاهدوا تفسير غياب النص العربي منهم الحفيظي منهم على الخديمة عفوا في كتابه الحركة الحافظية، إذ قال بأن غياب النص الفرنسي هو من خلال أن وثيقة الحماية ما هي إلا ترجمة مع بعض التعديلات للرسالة أرسلها المولى عبد الحفيظ إلى الفرنسيين مطالبا إياهم بفرض الحماية على المغرب. وكما قلت هذا الأمر فيه مشاكل كثيرة ولا يمكن أن نتفق مع الأستاذ علاء الخديمي فيما ذهب إليه. طبعا كانت هناك محاولة من قبل عبد الوهاب المنصور لنشر نص المعاهدتين باللغة العربية والفرنسية، ولكن البعض أخذوا كأنه نص العربي الأصلي، مع أن عبد الوهاب المنصور في تقديمه يقول هذه نسخة مصورة فقط، نسخة وليست النسخة الأصلية، نسخة فقط عن النسخة، وأيضا لم يجزم بوجود نص أصلا عربي. إذا في غياب نص عربي نتساءل فعلا على مدى وقع السلطان مولى عبد الحفيظ، وبالتالي نعود للسؤال ما معنى مفهوم الحماية؟ ذكرت على أن الحماية لا يمكن أن نأخذها كأنها مسألة عادية، هناك صدمة، كيف يتقبل المسلم أن يحكمه أجنبي خصوصا في ظل أدبيات ترفض ليس فقط حكم الأجنبي بل حتى التجارة مع الأجنبي و الذهاب إلى أرض أجنبي، فما بالك بالإقامة في. وطبعا يكفي أن نأخذ كتاب النوازي الجديدة الكبرى لنرى الفهرس، فنرى عدد الفتاوى الموجودة في هذا الإطار. أيضا كتاب ماء العينين، كتاب هداية من حار في أمر النصارى، والذي يقول بأن دخولهم الداخل يستلزم الجهاد، يعني لا يمكن أن نقبل. بالتالي هناك فعلا أسئلة كثيرة حول كيفية تمثل المغاربة للحماية وكيفية تقبلهم لها من عدم. المفهوم الثاني مفهوم المقاومة، طبعا هذه بطائق والدي الذي كان عضوا في خلية أنصار الفداء، وأنا أقلب هذه البطائق أثار انتباهي في البطاقة الثانية في 1956 أن المقاومة يعني مركزة في الفترة التي تم فيها خلع محمد بن يوسف، فبحثت في الموضوع فوجدت طبعا ظاهر منشور في هذا الكتاب يحصر كما تلاحظون المقاومة في فترة ما بين خلع السلطان محمد بن يوسف وأبريل 1957. والسؤال، والذين قاوموا قبل هذه الفترة أين نضعوا؟ علما أن هناك ظاهر آخر معدل ولكن حافظ على نفس التعريف، لأن يعني الذين قاوموا قبل هذه الفترة أين نصنفهم؟
والذين قاوموا او استمروا بالنسبه للجيش التحرير مثلا في بعض المناطق اين انا نصنفه؟ اذا هناك التباس ايضا في مفهوم المقاومه كما ان هناك التباس ايضا في مفهوم المتعاونين او الخوانه الى اخره. نصل الان الى مفهوم الاستقلال. نبدا ب وثيقة الشمال. طبعا انا لن اخوض في التفاصيل التي خاض فيها الاستاذ دافع الاستاذ عزيز وما ادرى مني بالتفاصيل، احاول ان اتخذ مسربا او منعرجا اخر بطريقتي من الطرق لعل وعسى ان تكون مساهمتنا لها اضافه. طبعا من اجل استيعاب اكثر لهذه الوثيقه نفضل الرجوع الى الوراء قليلا الى حكايه يعرفها الكثيرون وهي لما كانت سنحت فرصه مطالب الاستقلال في المنطقه الشماليه. طبعا كان هناك نقاش بانه اذا تم ازاله الحمايه في الشمال باعتبار ان المعاهده الاصليه هي مع فرنسا ففرنسا ستمد سلطتها الى باقي المغرب الى شمال المغرب. وطبعا عندما نقرا المراسلات الموجودة بين شكيب أرسلان وبعض الوطنيين بما فيهم تلك الموجودة في هذا الكتاب يبدو أن الذي تولى كبار هذه الفكرة هو شكيب أرسلان. شكيب أرسلان حتى الوطنيين على عدم المطالبة بالاستقلال حتى لا تمد فرنسا سلطتها على المنطقة الشمالية باعتبار أن فرنسا أكثر قساوة من الإسبان. ولدي تساؤل فقط ألم يكن شكيب أرسلان ضحية حسابات ألمانيا ربما لم يدرك أبعادها؟ لا أقول بسؤنية، ربما تكون أمور تجاوزته. فعندما أعود إلى هذا الكتاب الذي يتحدث عن استعمال غازات سامة لمواجهة تذكير الخطابي نجد على أن الألمان لم يكونوا راغبين في انتصار الخطابي لأن انتصار الخطابي معناه فرصة سانحة للفرنسيين لأيضا يمدوا سلطتهم على الشمال. والمشكل عند ألمانيا ما هو؟ هو أن معاهدة فرساي ألزمت ألمانيا بالتخلي عن ممتلكاتها خارج ألمانيا خصوصا في فرنسا، وبالتالي كما جاء في الكتاب فألمانيا كانت حريصة على أن لا يتكرر سيناريو المنطقة السلطانية وغيرها في المنطقة الشمالية. وأتانا الحديث عن شركة أو عن من اسمها. طبعا امامكم نص واضح حول الموضوع من الكتاب. طبعا هذه المساله تحيلنا الى ما ذكره محمد الاستاذ محمد حسن الوزاني في حياه وجهاد حول اللقاء الذي او الفرصه التي اتيحت لبلافريج وغيره كتقي الدين الهلالي من قبل شكيب ارسلان لملاقات الالمان النظام النازي الألماني في إطار طبعا عدو عدوي صديق. وهذه الفكرة طبعا موجودة حتى عند آخرين من بينهم صوت مشهور صوت برلين البحري الذي كان بوق دعاية للنظام النازي فتحدث فعلا عن مجيء بلافريج لمقابلة بعض القياديين الألمان خدمة للقضية المغربية وطبعا بإعاز ودعم من شكيب أرسلان. ولكن فاجأني في الحقيقة ما ذكره البحريم أن السلطان محمد بن يوسف رفض هذه المسألة، رفض أن يضع يده في يد الألمان. طبعا هذا كما قلت يعيدنا إلى السؤال الذي طرحت أن هناك التباس في مفهوم الاستقلال. وعندما نأخذ مثلا ما كتبه الطريس صحيح أنه يتحدث عن أن الغاية هي الاستقلال، ولكن الطريس يصرح إن أهم ما نسعى إليه أن تصبح هذه الأمة ذات سيادة في الداخل وحرمة في الخارج ولكنها غير مستعدة. كيف يمكن لأمة أن تتحرك وهي جاهلة والأغلبية الساحقة فيها فقيرة إلى آخره؟ يعني أنه مفهوم الاستقلال لم يكن واضحا كما قلت لدى كثير من الوطنيين، وبعضهم كان يرى أن هناك ضرورة وجود مراحل أولى قبل الوصول إلى مرحلة السيارة حقا خاصية
تسري على أغلبي الوطنية. أيضا مسألة في مطالب الشعب المغربي اللي نشرت في 1357 هجرية الموافق تقريبا 1937 أيضا هناك لا 1357 مطالب الشعب المغربي لا بالشمال حزب الإصلاح الوطني 31 قرر نشوف شكرا على هذا التصوير. قلت فأيضا في هذه المسألة هناك الحديث عن أن الغاية هي الاستقلال ولكن كخطوة يعني خطوة أولى قبل ذلك. إذن على أي حال هناك التباس في مفهوم الاستقلال مع اختلاف تمثلات الفاعلين ويظهر ذلك فيما جاء في معلمة المغرب من بخط قاسم الزهيري أو الزهيري الذي يتحدث عن 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 الاستقلال بطريقة توحي إلى فعلا وجود مشاكل لا على مستوى تمثل الوحدة الترابية ولا على مستوى التعاون لا مع الفرنسيين ولا مع الإسبان. في هذا الإطار كما قلت اختلاف التمثل يختلف باختلاف المرجعيات وأنا هنا سأستغل قلت الشغالي على الأندلس لأخذ مثلا محمد داود. فمحمد داود تمثله لعلاقته مع الإسبان لن تكون مثل تمثل مجموعة الفاعلين في منطقة السلطنة الفرنسية على اعتبار التاريخ الطويل ما بين إسبان والمنطقة الشمالية. وطبعا محمد داود أصوله أندلسية فهو ينتمي أسرته تنتمي لغرناطة كما جاء في أطلس أسد أندلس وهناك السنة التي هاجرت فيها أسرته إلى المنطقة السلطانية إلى شمال المغرب. الملك محمد الملك حسن الثاني في حديثه عن أهم حدث الطرفي يتحدث عن أحداث 23 يناير التي ساهمت في بلورة وعيه السياسي. وكان يهمني هنا في النص الأخير أنه يقول لقد ترك يوم 20 يناير بصمتي بعمق في ذاكرتي كان معي يومئذ ثلاثة من رفاقي في المعهد وكنا نصيح بصوت واحد سنحصل على الاستقلال وقلت لهم الاستقلال ما معناه معناه أننا سندبر شؤوننا بأنفسنا وأننا سنكون مسؤولين عن كل شيء فقالوا بنبرات لا تخلو الاندهاش نعم بالطبع وتذكروا أني قلت لهم بالحرف هذا ما يجب أن يكون إلا أنكم سترون أن الأمر لن يكون هزلا كما يخيل إليك. سأله الصحفي هل استعملتم لفظ هزل؟ جواب نعم لقد ضحك رفاقي بينما شعرت أنا بفرح عارم مشوب بشعور رهيب كنت سعيدا لأن الأمور كانت تتحرك ولكني كنت مهموما كانت لدي فكرة غامضة بعض الشيء عما ستكون عليه هذه المسؤولية ولكنني كنت عاجزا عن تحديد المجال والكيف والوقت. نصل إلى الوثيقة الخاصة بالوثيقة الأشهر التي كتب حولها الكثير وثيقة 11 يناير. سأذهب إلى الأمام ولن أعود إلى الورقة كما فعلت مع وثيقة الشمال. مفهوم الاستقلال كما جاء في معاهدة جوج مارس من أجل فهم تمثل الفاعلين في حزب الاستقلال لهذا المفهوم. وهنا أطرح مسألة الترابط قضية الترابط التي طبعا نجدها واضحة في مجموعة من المصادر بما فيها أعداد جريدة السعادة. إذا سمح لي السيد رئيس الجلسة نقرأ جزءا مما كنت دونته عندما كنت أداب. شكرا السيد رئيس الجلسة. في عدد 3 مارس 1957 جريدة السعادة جاء في هذا العدد إن حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة جلالة الملك تؤكد إرادتهما على أن يعطي المفعول التام تصريح لاسي سانكلو ويشهدان أنه التطور الذي حصل بالمغرب فإن معادفات سنة 1912 لم تعد مطابقة لمقتضيات الحياة العصرية ولا يمكن أن تكون أساسا لأن تتحكم في العلاقة الفرنسية المغربية وعلى هذا فإن حكومة الجمهورية الفرنسية تؤكد رسميا اعترافها باستقلال المغرب مع ما يقتضيه من وجود جيش وتمثيل خارجي وعزمهما على أن تحترم وتعمل على أن تحترم وحدة الأراضي المغربية المضمونة بالاتفاقات الدولية وتصرح حكومتان أن المفاوضات التي افتتحت في باريس بين المغرب وفرنسا وهما دولتان متساويتان تتمتعان بسيادتهما غايتهما إبرام اتفاقات جديدة
تحدد الترابط، تحدد الترابط بين البلدين في الميادين التي مصلحتهما فيها مشتركة، وأن الاتفاقات تنظم التعاون بينهما على أساس الحرية والمساواة، خاصة في ميادين الدفاع والعلاقات الخارجية والاقتصادية والثقافية، وأن تلك الاتفاقات تتضمن الحقوق والحريات الفرنسيين، تتضمن الحقوق والحريات الفرنسيين المقيمين بالمغرب والمغاربة المقيمين بفرنسا مع احترام سيادة كل من الطرفين. جاء أيضا في عدد 3 مارس مجلس السعادة حول البروتوكول الملحق بالبيان المشترك. أولا، يمارس مجلس السلطان بالسلطة التشريعية بكامل السيادة، ويطلع ممثل فرنسا على الضائر والقرارات، ويبدي ملاحظاته عندما تمس هذه الضائر بمصالح فرنسا ومصالح الفرنسيين. أكتفي بهذا القدر حتى لا أطلع عليكم أكثر. فإذا مفهوم الاستقلال كما جاء في الوثائق الرسمية تضمن عبارة الترابط. ماذا يقصد بالترابط؟ هذا أيضا مجال الالتباس الكبير من الناس الذين دافعوا عن مسألة الترابط، عبد الرحيم بوعبيد، حتى أن كتاب الذي صدر يحمل مجموعة من شهاداته تضمن فعلا حديثه عن الترابط، بل أكثر من ذلك الطيب جبرو قال بأن ما ذهب إليه أحد الباحثين من أن الترابط هو مفهوم فرنسي، هذا خاطئ، لأنه لو اطلع على ما جاء في أحد حوارات عبد الرحيم بوعبيد لا أعرف أن عبد الرحيم بوعبيد استعمل المفهوم قبل الفرنسيين. هناك مجموعة من الوثائق التي تتحدث عن إشكالية مفهوم الترابط لدى الحركة الوطنية في بالنسبة لحزب الاستقلال، سأتجاوز حتى لا أثقل عليكم لأصل إلى النقاط الآتية. بالنسبة لي مفهوم الاستقلال لم يكن واضحا لا عند الحركة الوطنية في الشمال، ولا عند الحركة الوطنية في المنطقة السلطانية، لا عند حزب الاستقلال، ولا عند حزب الشورى والاستقلال. مجموعة من الأشياء التي لم يتم الحسم فيها، مثل مسألة الأرض، أراضي ومن يملكها، لم يتم الحسم فيها. الوحدة الترابية، علما بأن هناك اتفاقية وقعت بين السلطان المغربي والسلطات الإسبانية بعد هزيمة حرب تطوان 1860، تنص على توسيع مجال السبتة. وطبعا بالنسبة للطريقة التي تم فيها توقيع معاهدة جوج مارس، فيمكن القول بأن الهاجس الذي كان يشغل كثير من الفاعلين هو توقيع المعاهدة أكثر من تفادي المشاكل في المستقبل، طبعا قضية الزاء التي اقتطعت من قبل فرنسا للجزائر. وطبعا تعرفون النقاش الذي او ما يقال عن ان بلافريج كان ضد المساله، بينما محمد بن يوسف قال بانه عندما يستقل اخوتنا الجزائريون سنتفاهم معهم. وفي هذا الاطار طبعا ايضا مساله موريتانيا، حاول المغرب ان يجمع يعني نوع من التضامن معه من أجل قضية موريتانيا، ومؤتمر رؤساء الدول الإفريقية المنعقد في الدار البيضاء 1961 دليل على ذلك، خصوصا أن ما ميزه حضور عباس فرحات رئيس الحكومة المؤقتة الجزائرية بالمنفى. وفي هذا المؤتمر سيكون هناك إجماع على أن موريتانيا مغربية، وأن الدول أو القادة الحاضرين سيدعمون هذا المطلب المغربي. قلت أيضا كان هناك مشكل وتسرع في المطالبة بالاستقلال، يبدو ذلك من موقف أمريكي. مفروض أن خطوة كهذه أن يطالب الوطنيون بالاستقلال ينبغي أن يرتبط به أو يصاحبه دعم من القوى الكبرى. وكي عندما نقرأ ما جاء في كتاب بوخريس سنفهم على أن ممثل الحكومة الأمريكية صحيح قال سيتسلم، ولكن ليس بشكل رسمي. وفي الحقيقة الأمر كان واضح أن أمريكا لن تقف مع المغرب ضد فرنسا. نصل أخيرا إلى وثيقة الشورى والاستقلال.
كان هناك ايضا التباس في مؤسسات الاستقلال، خصوصا عندما يسر محمد حسن الزاني على قضيه الدستور والديمقراطيه، وان الاستقلال هو فقط وسيله لتحقيق الديمقراطيه وغيرها، لتحقيق الرفاهيه وغيرها. ليصل الى النقطه تقريبا الاخيره، من الاشياء التي اثرتني وانا اتصفح جريده السعاده مهرجان مهرجانات للاحتفال بذكرى المطالبه بالاستقلال، جاءت في عدد اعداد يناير 1956. ولكن في الحقيقه الذي اثر ليس هو الاحتفال، واحتفال حزب الشورى والاستقلال بهذه الذكرى. واقول بهذه الذكرى لانه اذا تاملنا في تاريخ الجريده هو 12 يناير وليس 13 يناير، يعني العدد يتحدث عن واقعه سابقه، يعني 11 يناير، يعني ان حزب الشورى والاستقلال كان يحتفل بذكرى 11 يناير. ولمزيد من التاكد ساحاول تكبير يعني هذه الصوره حتى يظهر التاريخ واضحا. اذا العدد هو عدد 12 يناير، يتحدث عن احداث 11 يناير، وبالتالي فحزب الشورى والاستقلال لم يكن لديه مانع من الاحتفال ب 11 يناير. حاولت ان اجد لها يعني مخرج، فقلت ربما لان التاريخ سبقه يعني في خضم مفاوضات مع فرنسا، ربما حزب الشورى والاستقلال لم يريد ان يظهر بمظهر الذي يشق استقبال، بالعكس هو مدعم للوحده الوطنيه. واختم بتوجيه الشكر الجزيل للحضور الكرام. شكرا اختي شكرا. شكرا جزيلا سي عبد الواحد. طبعا فيما يخص بن عذراء على المداخلات القيمة ديالهم، وإلى اسمحوا لي نعطي بعض الملاحظات. أنا ماشي أستاذ جامعي، أنا صحفي مهتم بالتاريخ وشوية فضولي في هذا الموضوع أمام الأساتذة الكبار، ولكن اسمحوا لي كذلك يعني ندير بعض الملاحظات. أولا تنبغي نعرف أكثر على كلمة لو شوك اونت ليستوار اي لا ميموار. هذه واحد من الفكرة قوية، ما نكرش انا الأستاذ بوعزيز يشرح لنا المضامين ديالها، شنو تيقصد بها؟ الأستاذ بوعزيز تحدث لنا طويلا عن الحزب الشيوعي المغربي، التأسيس ديالو، النضالات اللي خاضها، القمع اللي تعرض له، حل الحزب الشيوعي، ولكنه وقف عند 1960. واش الحزب الشيوعي ملي تحل في 1960 ما بقاش؟ يعني هذه 80 عام ما كاينش في المغرب حزب شيوعي؟ راه كاين بي بي اس وقبل منه وقبل منه، سي علي عطاب حنا تنعرفوا الحزب، انت تتعرفوا ربما احسن مني، راه كان الحزب الشيوعي ما وقفناش عند الحل. ملي نذكروا التاريخ نذكروا كامل. عندي ملاحظات كثيرة على هذه القضية، ولكن غادي ندوز لأن خمسة دقائق سنحترمها. عندما تحدثت عن الشمال وهتا بالسي بالسي حسن بنونة النضال ديالو، ما تعرفش أنا واش طلعتي على المذكرات ديال الوليد أو لا سي بوعزيز. الوليد خلى 11 جزء، والوليد عاش هذه الفترة هذه في الشمال، وكان صديق سي عبد العزيز سي عبد السلام بنونة. والنهار اللي توفى وقف الجامع الكبير نهار الجمعة في سلا وقال لهم غنوقفوا باش نترحموا على أحد كبار رجالة الوطنية اللي هو الحاج عبد السلام بن لونة. ولكن نذكر الحاج عبد السلام بن لونة لابد تربطوا إيجابا أو سلبا بشكيب أرسلها، هذاك الدرز اللبناني اللي كان هو صلة الوصل بين بن لونة وبين الصحافة في المشرق، لأنه هو مشرقي وكانت عنده يعني واحد القدرة كبيرة على التواصل وكان عروبي.
الحاجة الأخرى أنا متفق معك بأن الشمال تم تهميشه بداية الاستقلال، وأنا تنذكر واحد عدد الإخوان الشمال كانوا تيجيو للدار وكانوا تيتأسفوا الوضعية ديال 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 الشمال، بل في ذاتهم قيادات ديال الحزب ديال الطريس اللي كانوا تي تي يعني تيتأسفوا علاش جا ودخل هكذا في حزب الاستقلال بدون مفاوضات. بل الطريس في آخر أيامه هو كذلك عبر عن الأسف دياله. أما حزب الوحدة بالنصري ما دخلش في حزب الشورى، النصيري بقى متبع الحزب ديالو وتبع الجريدة ديالو، هو في الرباط حقيقة كان قريب من حزب الشورى ولكنه لم يندمج ولم يكن عضوا في حزب الشورى الاستقلال. قلت في 33 بأن عيد العرش تم الاحتفال ديالو في فاس لأول مرة. اسمح لي نقول لك احتفال أول احتفال بعيد العرش كان في مدينة سلا. هذه حقيقة تاريخية، عندنا المحل وعندنا اللي حضر وعندنا شكون اللي نظم. والحسن الوزاني في الكتاب ديالو تقول وكانت سلا سباقة إلى الاحتفال والباشا فتح بابه خلافا لباشا فاس الذي اصطدم مع الوطنيين. أنا بغي الفاسيين يقولوها ولكن أنا سلاوي غندافع على هذه وجهة النظر ديالي لأن هذه الحقيقة، واللي عنده حاجة أخرى يتفضل، التاريخ موجود. إذا أنا تنمشي في هذه الاستراتيجية ديالك ديال الصدمة بين ليستوار ولا ميموار، تنحاول نستعمل كلمات ربما شوية فيهم خشونة على غير عادتي باش نقرب من هاد الصدمة اللي تتقلب عليها. سي عبد الكريم غلاب حقيقة لمدة 40 عام في كل يوم ديال 11 يناير تكتب افتتاحية في العالم، أنا عندي ربما 21 افتتاحية تيقول فيها صيفطنا بن الحسن الوزاني وباش يوقع. والوالد الله يرحمه صيفط له 27 مراسلة تيكذب وتيشرح، ما عمره ما نشر حتى وحدة. وفي الأخير شكون اللي بدا ينشر له؟ هو مولاي مصطفى العلوي في الجريدة الأسبوعية ديالو. إذا راه ماشي مخزن بوحدو اللي بغى يغير ويضغط على الذاكرة. راه حتى فكرة الحزب الوحيد وحنا الأولانيين وحنا الأحسن حتى هي لعبت واحد الدور في تغيير الذاكرة الوطنية. بارك على السي بوعزيز باش نخلي الوقت يجاوبني. الأستاذ المحترم، أنت ملي بديتي تتهضر أنت تتهضر على الالتباس، استقلال الالتباس، جرائد الالتباس، افتتاحية الالتباس، هذه هي الالتباس. أنا كون كان عندي الوقت غنجاوبك وحدة بوحدة. راه الوطنيين مور الأولى كانوا تيقولوا الإصلاح من أجل الاستقلال. 1934 ملي قدموا مطالب الشعب المغربي ما تيطالبوش بالاستقلال، تيطالبوا بالإصلاح، إصلاح الوظيفة العمومية وإصلاح الفلوس وإصلاح الفلاحة وإصلاح كذا، وتيطالبوا بالحريات، حرية التنقل، حرية إصدار الجرائد، حرية كذا وحرية كذا. ملي أنت واحد ما جاوبهم، ملي ما كانش رد فعل لا الفرنسيس ولا الأمريكان ولا الإنجليز ولا السلطان، داروا مطالب أخرى سنة 1936 وتسمى بمطالب المستعجلة للشعب المغربي، revendication urgente du peuple marocain. وفيها ما تيطالبوش بالاستقلال، تيطالبوا بالإصلاح. إنما الأولى كانت طويلة وهذه قصيرة، ما خصناش نقبطوا هذه ونبلوها ونقولوا الناس كاين التباس، خصنا نتبعوا التطور التاريخي. الاستقلال غتجي الفكرة ديالو من بعد عاد تختمر، حتى غتجي الحرب وحتى غينزلوا الميريكان وحتى غتكون أنفا وما إلى ذلك حتى نوصلوا ل 1944. كذلك تتقول بأن شكيب أرسلان دفع الوطنيين باش ما يطالبوش بالاستقلال لأن إلا خرجت إسبانيا غتجي فرنسا وفرنسا عدوة أكثر من إسبانيا. الله يخليك تحقق شوية من هذا الكلام ديالك، لأن هذه بحال واحد التهمة لواحد السيد اللي خدم القضايا المغربية. انا هذا يعني ما فهمتش انا شنو المعنى. استاذي مع كامل الاحتراف والتقدير، هذا النوع ديال الالتباس، الاستقلال ما حسمش في الاراضي، الاستقلال ما حسمش في الوحده الترابيه، الاستقلال ما حسمش في الوحده الشرقيه،
الصراع ما حصلش موريتانيا ملي كان ما عيدتناش التباس في الاستقلال وهجرتي السعاده واحد الجريده اللي كانت تصدر الاستعمار وخديتيها كدليل على ان حزب الشورى احتفل ب 11 يناير يا سيدي حزب الشورى يحتفل بحيز عن النار علاش ما يحتفلش به شنو هو المانع حنا وطنيين منفتحين حزب الشورى هو حزب ديمقراطي يحب الحوار يحب النقاش اذا الى واحد الفرع في خريبكا ولا في تيمغير ديال حزب الشورى بغى يحتفل ب 11 يناير يحتفل به حنا نتمنوا الاخرين حتى هما يحتفلوا به هذا عمل وطني انا تنبغي نشكر الاستاذين الكبيرين والسيد الدفالي انا عندي عليك بعض الملاحظات ولكن دابا بركه انا سير واحد انا كنت شريف المدخل ديال الاندلس غادي يكون هو هذاك ها هو كيهتم بالبحث في الاندلس يقلب لينا على هذوك الاندلسيين وغادي يلقى ميزه معينه لانهم راه اكثر عداء من الاجنبيين لان ما عمرهم ما نساو الاندلس ما عمرهم ما نساو الطرف فلو مشيتي من هذا الجانب ربما نوصلوا وها هو ها هو عندك الكرة عندك شوف كيف داخل هذا الجانب هذا كما قلت لا صحيح ان الشوريين احتفلوا ب 11 يناير ما عندهم حتى مشكل في بدايه الاستقلال لسبب بسيط انهم يعتبرون ان المطالبه بالاستقلال هي مساله وطنيه ما عندهاش اسم اكثر من ذلك احتفلوا بيوم المقاومه وداروا في لا ديمقراطي ديال السيد الشرقاوي راه صوره ديال الزرقطوني هي ديال الصفحه الاولى كامله فيها صوره ديال الزرقطوني لكن لما ولا الطرف الاخر كيقول لك لا هذه ديالو وبغى يحتكرهم سمحوا ليه فيهم ملي قال لهم 11 يناير ديالنا سمحوا ليه فيها ما قال لهم المقاومه ديالنا سمحوا ليه فيها لان هذا مساله ديال انت عندك فكره معينه لما كتلقى ان الجهه الاخرى والطرف الاخر ما كيعترفش بك انت وكيبغي يجمع كل شيء لمصلحته هو يعني تلقائيا ما بغيت تمشي فحالك تلقائيا ما بغيت دير هاد الاحتفالات هادي اذا ما غاديش يمكن في سياق النقاش نتدخل نفتحوا لائحه ديال المناقشه نعم قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.